16,823,052 نخلة. العراق بيتزرع فيها 23 صنف من الرمان. السلام عليكم يا عراق، حلقة جديدة من هنا المشتل. العراق كانت وما زالت وستظل من البلاد المحبة جدا للزراعة وفوائدها كمان، والنهاردة هنتكلم عن الدمار الشامل بالنسبة لي والأطعم في العراق، وكمان بيعتبرها جزء من حياتهم التي لا تتجزأ، جزء مجزأ من الحياة، وكمان بيستخدموها تقريبا في تجميل الشوارع والأماكن، وبيدخلوها كمان في المنازل، وبيشتغلوا فيها تقريبا 70% من البلد. الله أعلم في اللحظة دي كانت قبل الحرب ولا بعد الحرب، بس خلينا نتكلم بشكل وباستفاضة. وبصراحة أنا بحب العراق حبا لصدام رحمة الله عليه، ومفيش أي مصري أصلا بيكره صدام، بغض النظر عن السياسة اللي أنا مش حابب أتكلم فيها أصلا. أولا، يعتقد أن شمال العراق وإيران هي الموطن الأصلي لأكتر فاكهة بالنسبة لي مفيدة ولأي بني آدم كمان، وهي الرمان، ودبس الرمان، دبس الرمان اللي بيصنع بشكل كبير جدا في العراق. والله أعلم بعد الحرب ما زالت ولا لسه يعني النظام. العراق بيتزرع فيها 23 صنف من الرمان، من أشهر نوع اسمه سليمي أو سليمي، ونوع تاني اسمه وسالفاني، التالت رمان حلو، رابع مصابق، والخامس ومن أشهرهم اسمه ناب الجمل، رقم 2 وده اللي هياخد بقية الحلقة نخيل التمر بالأرقام وبعدد الشجر وبالسنة وبالحضارة. العراق من أقدم الدول في العالم لزراعة التمر. أنا شخصيا أكلت تمراية عراقي في يوم من الأيام ومش قادر أنسى طعمها ولا دقت في طعمتها ولا حلاوتها. يا عراق يا حلاوتكم، وهتبقوا أحلى وأحلى لو عملتوا لي اشتراك للقناة ولايك للفيديو. كان أول ظهور موثق لشجرة النخيل في العالم القديم في مدينة أوريدو التاريخية الواقعة جنوب العراق، تقريبا 4000 سنة قبل الميلاد. وأتمنى تشترك في القناة في السنة اللي احنا فيها هي علشان خاطر أخلي أمي تدعي لك. المتحف العراقي موجود فيه ختم على شكل رجلين أو رجلين على حسب المصدر، لأن الكلمة مش محطوط فوقها أي تشكيل. رجلين موجودة على الختم ده، بينها نخلة تمر تعود إلى عصر الأكيدين تقريبا 2730 قبل الميلاد، وتحتوي مسلة حامورابي تقريبا سنة 1754 قبل الميلاد على 7 قوانين متعلقة بالنخيل، ومنها قانون أصلا بيفرض غرامة علشان خاطر أنت ممنوع أصلا تقطع أي نخلة، وقوانين لتلقيح النخلة الأنثى، وقوانين العلاقة بين المالك والفلاح اللي بيزرع الأرض، وعقوبات الإهمال اللي ساعات بتوصل أنك تدفع إيجار الأرض كاملة. يا السلام، هي دي القوانين. والغرامة دي طبعا في حالة أن أصلا إنتاج التمر بقى قليل، أو الإنتاج المتوقع من الأرض قليل عن العادة، أو عن الأرض لأي مستأجر تاني. زمان كانوا الأشوريون بيقدسوا 4 حاجات: نخلة التمر والمحراث والثور المجنح والشجرة المقدسة، يعني الكريسماس. تعرفوا أن العراق فيها 627 نوع من زراعة التمور، منها حوالي 50 صنف تجاري حسب المصدر اللي موجود في الوصف. ومن الأصناف دي ديري، بريم أو بريم، وجبجاب، وبرحة أو برحي، وخستاوي، ومكتوم لو أنا بنطقهم صح، أشروسي، أم البلايز، دول نوعين تانيين، وأشروسي وأم البلايز، واستعمران، وكتير قوي هتلاقوه في المصدر تحت. وفي تمر بقى اسمها الزهدي أو الزهدي، ودي بتطلع نص إنتاج العراق من التمر، وما شاء الله إنتاجها عالي، بيتراوح الإنتاج في النخلة الواحدة من 90 ل130 كيلو جرام ما شاء الله، وبتتحمل الملوحة والصقيع والجفاف لكن لفترات قصيرة، لكن مقارنة بنخل تاني أكيد الفترات القصيرة دي كويسة جدا بالنسبة أو مقارنة بنخل تاني اللي ممكن ما يتحملش الكلام ده، ولو خزنتها بتقعد فترة كبيرة لا تفسد، اللي هو النوع التمر اللي اسمه الزهدي. طبعا العراق فيها صناعات شعبية زي المظلات والقبعات والحبال والأكواخ وغيرها، وفيها صناعات بسيطة زي تعبئة التمر يدويا، وهي صناعة قديمة أصلا معروفة من سنة 1888 لما تم كده إدخال كم مكبس للتمر كده في العراق، تحديدا البصرة، ويتم تعبئة وكبس التمور وتصديرها كمان برا العراق. صناعات تحويلية زي السكر والدبس والكحول، وصناعات تانية زي مربى التمر اللي الجيش المصري عندنا كان بيجيب لنا منها، وأنا كنت من عشاق
المربى دي. والدي كمان بصراحه كان بيحبها وكان بيطلبها، بس اكيد مش هعرف اخد حاجه بره الكتيبه يعني. وغالبا ده كان انتاج ذاتي من القوات المسلحه المصريه شابو. وطبعا صناعه الكليجه او الكليجه، ونوع حلويات برضو اسمه المدكوكه. اكيد انتوا عارفين بقى تكونها بيكون ايه، تالي شمر على مش عارف على حيل او حاجه زي كده. وبرضو دخل لها نوع من انواع التمور ده اكيد. عاوز اقول لكم ان سنه 2014 عدد النخيل وصل في العراق 16,823,052 نخله، منها 16,299,832 نخلة أنثى. ومجموع الأشجار المنتجة فعلا للتمر اوريدي منتجة 10,474,620 نخلة. وكان أكثر البلدان في العراق منتجة للتمر هي بلدة ديالي، بعدها بغداد، وبعدها بابل. في نفس السنة وصلت العراق للمرتبة الخامسة في إنتاج التمور في العالم بعد مصر وإيران والسعودية. وحاجة كده على السريع عاوز أقول لكم عليها، إن العراق كمان مشهورة بنباتات الزينة والمشاتل في المشاتل في العراق موجودة نباتات كتيرة جدا زينة، ومحبين جدا لنباتات الزينة وبيحبوا يزينوا بيها بيوتهم والمداخل والعمارات والبيوت، وبيحبوا إنهم يستعملوها في كل مكان في حياتهم. دي حاجة كده بسيطة عن العراق، لان العراق فعلا من البلاد اللي انا كنت بحبها، لان انا افتكرت كده طعم التمر بتاعها وجه على بالي وانا قاعد على البحر طبعا قدامي، فحبيت اعمل لهم الحلقه دي. بجد العراق من البلاد المشهوره جدا بالتمور، ومن اكتر البلاد في العالم اللي بحب تمورها جدا جدا جدا. يا رب الحلقه تكون عجبتكم، ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك للفيديو بعد لما تتفرجوا على الفيديو او اوريدي بتتفرجوا على الفيديو يعني. سلام.